لو هم بالمعصية هم بها في نفسه ثم لم يفعلها، ما هو الحكم الشرعي؟ تكتب له حسنة. أما من هم بالمعصية هنا ثم لم يفعلها تكتب عليه معصية حتى يتوب إلى الله جل جلاله. بل إن من كان في بلده وهم أن يعصي الله في هذا البلد ثم لم يأتي إلى مكة تكتب له معصية إلا أن يتوب إلى الله، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة. ومن خصائصه أن الله عز وجل جعله قياما للناس، أي لا تقوم الحياة للناس إلا ببقاء هذا البيت، ولو سقط هذا البيت لانتهت الحياة على ظهر هذه الأرض، والبيت باقي ما دام الحجاج يفدون إلى هذا البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولذلك قال ابن عباس: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فلذلك هذا أصل وهذه خصيصة لهذا البيت، فالبيت ما دام باقي فالإسلام باقي، فإذا سقط البيت فلا إسلام على ظهر الأرض. وكذلك من قيام البيت قيام الأموال، فهو سبب لغنى الفقير وكفاية المحتاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن خصائص هذا البيت أنه مبارك، والبركة تأتي بمعنى الثبات وتأتي بمعنى النماء والزيادة، وهذين وصفين في البيت: الثبات بقاء البيت، الثبات بقاء العبادة عند البيت، الثبات بقاء الحجاج يفدون إلى هذا البيت. وإنما هذه الأجور العظيمة المضاعفة التي يهبها الكريم الجواد جل جلاله لمن وفدوا إليه حجاجا ومعتمرين وزائرين، فالله عز وجل يعطيهم من العطايا العظيمة حتى يكون أجر المصلي للفريضة الواحدة كأجر من صلى خارج هذا الحرم بمئة ألف صلاة، أي بعدل صلاة رجل صلى في بلده 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة، وهذا أجر فرض واحد، فكيف بمن صلى يوم؟ وكيف بمن صلى أسبوع؟ لا شك أن هذا أجر عظيم، وهذا من معاني البركة التي جعلها الله في هذا البيت المبارك. ومن خصائص هذا البيت التي أشرنا إليها خصيصة المثابة، وهذا الحنين وهذا الاشتياق وهذا الميل الذي يجده كل مسلم نحو هذا البيت حباً وتعظيماً ورغبة في القدوم إليه، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالبيت مثابة، والمثابة في اللغة لا تطلق إلا على من جاء إلى المكان ثم خرج منه ثم رجع إليه، فإذا ما رجع بعد صدور عنه فيكون المكان مثابة له. فالله عز وجل قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه وطرا. الإنسان يأتي إلى هذا البيت مشتاقا محبا، فإذا ما جاء وصلى وتعبد وذكر ربه وطاف حول البيت حن إلى أهله فرجع إلى أهله، ما أن يرجع حتى يتجدد الشوق في قلبه نحو بيت الله الحرام. وهذا معنى المثابة التي جعلت خصيصة لهذا البيت الحرام. وكذلك خصيصة التحريم، فهذا البيت محرم، والذي حرمه هو الله جل جلاله، والتحريم بمعنى المنع، والمنع
لأجل التعظيم ولأجل الإجلال لهذا المكان المقدس، وأن هذا كان في اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. واختار الله خليله إبراهيم أن يكون هو من يعلن هذا الأمر للناس كلهم، واختار إبراهيم لأن الله قضى وقدر أن يكون الخليل إبراهيم إماماً للناس إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل للخليل إبراهيم: إني جاعلك للناس إماماً. فاختاره ليعلن هذا التحريم لهذا البلد، وجاء النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذه الحرمة لهذا البلد الحرام. ونجد في القرآن قول ربنا جل جلاله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرم هذا المكان هو الله، الله الخالق جل جلاله. وأيضا من الأمور والخصائص التي ذكرت عن البيت الحرام في القرآن العظيم وأشرنا إليها بالأمس خصيصة الأمن، والأمن أول ما يكون لهذا البيت، وهو أمن قدري، الله قضى وقدر أن يبقى هذا البيت محفوظا بحفظ الحفيظ العليم القوي القادر جل جلاله، فهو الذي حفظ هذا البيت ويحفظه إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا. فالبيت آمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وجعلنا البيت أمنا، فهو بيت آمن في ذاته محفوظ باقي إلى يوم القيامة. وكذلك حول البيت هناك أمن قدري، أي تكفل الله بوجوده لأجل هذا البيت وليبقى الوفادة إلى هذا البيت. فالبلد الله عز وجل حفظ، فمن بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أعلن الضمان القدري بأن مكة ستبقى لأهل الإسلام، تبقى للمسلمين، ويبقى أهلها أهل إسلام، ولن يتحول أهلها أبداً إلى كفار، ولو كان كذلك ستقوم الساعة، وأنها لا تغزى أبداً من كافر إلى يوم القيامة. ضمانات قدرية نطق بها النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فقال: لا هجرة بعد الفتح. هاجر الصحابة من مكة حين ضيق عليهم وعلى دينهم فخرجوا مهاجرين، أما بعد الفتح فلن يتكرر هذا أبداً إلى يوم القيامة. وقال أيضاً يوم الفتح عليه الصلاة والسلام: لا تغزى هذه أبداً إلى يوم القيامة، والمعنى أنها لا تغزى من كافر كفراً صريحاً أبداً إلى يوم القيامة. فهذا من الأمن القدري. وكذلك من الأمن القدري أن أهلها مؤمنون من أعظم فتنة ستمر على الناس في دينهم، فتنة المسيح الدجال، فهو لن يدخل مكة ولن يدخل على أهلها. وأيضا مؤمنون من أعظم وباء يفتك بالناس، الطاعون، فإن الطاعون لا يدخل مكة. وكذلك مؤمنون من الجوع ببقاء هذا الماء المبارك زمزم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام طعم وشفاء سقم. فتلك ضمانات قدرية لأمن هذا البلد الذي تتعلق به قلوب أهل الإسلام، وكيف لا يكون هذا التعلق وهي قبلته أحياءً وأمواتا. وهذه أيضا خصيصة وهي القبلة، فالله عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أينما كان المسلم إذا أراد أن يصلي اتجه نحو القبلة، وإذا ما مات المسلم وضع في قبره باتجاه القبلة. فقبور أهل الإسلام أينما كنت وأينما دخلت أي مقبرة لأهل الإسلام فإنك تعرف أنها مقبرة أهل الإسلام، حيث أن الناس يوضعون في قبورهم باتجاه هذه القبلة. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذه القبلة التي جعلت هوية لنا نعرف بها في كل مكان، حين نصلي نتجه باتجاه القبلة فتعرف المسلم بهذه الوجهة. ومن أيضاً الخصائص لهذا البلد الحرام الطهر، فإن الله عز وجل جعل تطهير هذا البيت عهد وميثاق واثق عليه الخليل إبراهيم عليه السلام، وابنه النبي صادق الوعد إسماعيل، كما قال ربنا جل جلاله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. عهد وميثاق أخذ على الخليل، والله عز وجل أمر هذه الأمة أن تتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا من ملته طهر هذا البلد وطهر هذا البيت وتطهير هذا البيت. والتطهير حسًا ومعنى. وما معنى حسًا ومعنى؟ التطهير المعنوي لهذا المكان هو أن الإنسان لا يقترف فيه ما يغضب الله، وأعظم ما يغضب الله الإشراك بالله. من جاء البيت لا يسأل إلا رب البيت، من جاء البيت لا يدعو إلا رب البيت جل جلاله. من وصل إلى هذا المكان يعلم أنه مكان عبادة ومكان طهر، فلذلك يكون أبعد ما يكون عن ارتكاب ما يغضب الله من الذنوب والمعاصي، فيكون منضبطاً بالأدب الإيماني الأعلى. هذا ما يريده الله. ولأجل أن يكون هذا خلق الإنسان اختص هذا البلد من بين بلاد الدنيا كلها بلا استثناء. فإن الإنسان في أي بلد لو هم بالمعصية هم بها في نفسه ثم لم يفعلها، ما هو الحكم الشرعي؟ تكتب له حسنة. أما من هم بالمعصية هنا ثم لم يفعلها تكتب عليه معصية حتى يتوب إلى الله جل جلاله. بل إن من كان في بلده وهم أن يعصي الله في هذا البلد ثم لم يأتي إلى مكة تكتب له معصية إلا أن يتوب إلى الله، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة. أما من فعل فاتفق العلماء على أن الذنب في مكة أعظم من أي مكان آخر. فلذلك يكون الإنسان في هذا المكان على أرقى وأحسن ما يكون من الاستقامة والعمل الصالح، وأن هذا هو من التطهير المعنوي لهذا البلد ولهذا المسجد. أما التطهير الحسي فهو العناية بهذا المكان في طهره ونظافته، وبعد كل ما لا يليق بالمكان من القذارة والأوساخ وغيرها. بل إن المؤمن ليعتني بهذا المكان أعظم من اعتنائه ببيته وداره، لأن هذا بيت الله وذاك بيته. وهل المؤمن يكون بيته أغلى على نفسه من بيت نسبه الجليل جل جلاله إلى ذاته العلية؟ ففي القرآن نجد أن الله نسب البيت إلى ذاته: وطهر بيتي. ونسب البيت إلى الله جل جلاله:
هذا نجده في القرآن. فلذلك يكون الإنسان على وعي بهذا المعنى. فلذلك التطهير لكي يعلو في نفس المؤمن ذكره الله في القرآن على أنه عهد أخذه على الأنبياء. فإذا كان هذا عهد من الأنبياء فغيرهم من باب أولى. وأي الأنبياء؟ خليل رب العالمين الذي أمرنا بأن نتبع ملته، بل أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته كما قال الله في القرآن: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا هذه خصيصة لهذا البيت ولهذا المكان فيلتزم بها الإنسان، فهي أيام معدودة يبقى فيها الإنسان فيكون على أحسن ما يكون في هذا المكان. تلك خصائص وجدناها في كتاب ربنا جل جلاله.